السلام عليكم. معنا موقع سهل جدا وبسيط، كل اللي عليك ان انت تدي له الرابط بتاع اليوتيوب وهو يجيب لك كل الكلام اللي مكتوب في الفيديو، يعني ترجمة للكلام. يعني على سبيل المثال في فيديو هنا مثلا بيتكلم عن مصر، لما انت بتشغله بيبدأ يظهر في الترجمة اهيت موجودة بالانجليزي، تمام. فكل اللي عليك ان انت تاخد الرابط دوت وهتروح للموقع اللي قلنا عليه اهو ترانسكريبت، وتقول له جو، فيجيب لك الفيديو هنا ويجيب لك الترجمة لوحديها بالشكل دوت. فتقدر لو في كان جزء عاجبك وانت مش عارف تنسخه، تقدر ان انت تنسخه كوبي وتروح اي مكان تاني تعمل له بيست. موقع سهل جدا وبسيط، مفيش اي مشكلة خالص. وفي خاصية اسمها اوت سكرول، بحيث طول ما انت شغال يبدأ هو ينزل معاك زي ما انت عايز، تمام. كل ما الفيديو بيمشي هو بيبدأ ان هو يجيب لك كلمة المفروض انها تتقال دلوقتي في الفيديو. فموقع سهل جدا وبسيط، لكنه مفيد بالذات لما يكون في محاضرة علمية وزي تيدكس مثلا او حاجات ديت.